عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا تحدث الإنسان مع شخص آخر يشكو إليه شخصا ثالثا ببعض العيوب والمشاكل التي عنده، إذا إيش؟ يقول أحسن الله عليكم: إذا تحدث الإنسان مع شخص آخر عن شخص ثالث ببعض العيوب والمشاكل التي عنده من أجل حل المشكلة، فهل هذا من الغيبة؟ نعم، هذا من الغيبة، لكن إذا ذكر مثلا عيوبه عند القاضي ولا عند الحاكم من أجل أن ينصفه منه ويحكم له بحقه فلا مانع، من باب التظلم، فكان هذا من باب التظلم عند الحاكم أو القاضي لإزالته لا مانع من ذلك. أما عند عامة الناس والذين ما يملكون حل المشاكل فلا يجوز، هذا هو الغيبة. نعم، انتهى. صلى الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على